بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من حكومة الظل. شكلت وزارة التنمية الاجتماعية لجنة لمراجعة قانون الجمعيات وتعديلاته ومسودات المشاريع التي تم العمل عليها، وذلك لتطويره والخروج بقانون يلبي طموح الجميع، غير أن على هذا القانون ملاحظات عدة، كان أولها مطالبات بشمول اللجنة بمؤسسات المجتمع المدني التنموية والحقوقية للمشاركة في الصياغة والنقاش. فما هي أبرز النقاط الخلافية في القانون الحالي، وكيف يمكن تطويعها في مسودة القانون الجديد؟ هل سيتم إلغاء شرط الموافقة المسبقة في التمويل الأجنبي؟ لماذا يتم إغراق مجلس الوزراء بالطلبات التي تقل عن 250 ألف دينار؟ هل سيتماهى القانون الجديد مع حق الأردنيين في تأسيس الجمعيات والانضمام إليها؟ لماذا لا يتم الاكتفاء بالإشعار وليس الموافقة عند القيام بالفعاليات وعقد الاجتماعات العامة؟ ولماذا لا يتم توحيد بمرجعية واحدة فقط للجمعيات جميعا بغض النظر عن تصنيفها؟ هذه الأسئلة وغيرها ستكون محور النقاش اليوم في حكومة الظل مع ضيفي في الاستوديو. عن الجانب الحكومي عطوفة طه المغاريز أمين عام سجل الجمعيات الخيرية، وعن الظل السيد معاذ المومني المستشار القانوني لمنظمة محامين بلا حدود. أهلا وسهلا بكما. أبدأ معك عطوفة سيد طه، لماذا فتحتم هذا الحوار اليوم، حوار قانون الجمعيات للنقاش، مع العلم بأنه كان هناك محاولات عدة في السنوات السابقة لتعديل القانون ولم تنجح؟ بداية أسعد الله مساكم جميعا. يعني موضوع تعديل قانون الجمعيات هو موضوع جدلي بصراحة، فيما يتعلق بشمولية المؤسسات المجتمع المدني التي تخضع تحت مظلة هذا القانون، وأيضا المحددات الموجودة داخل هذا القانون. فاجتهدت الحكومة بعام 2014 و2016 و2019 اجتهادات متعددة فيما يتعلق بتقديم مقترحات قانونية لتعديل قانون الجمعيات، إلا أنها لم تكتمل. عندما أتت هذه الحكومة أخذت بعين الاعتبار أهمية مشاركة المجتمع المدني بتعديل هذا القانون، وكلفني معالي وزير التنمية الاجتماعية برئاسة هذه اللجنة، وتم اختيار مجموعة من الأشخاص الممثلين لقطاعات المجتمع المدني المختلفة. لكن في ظل هذا الظرف وأوامر الدفاع التزمنا بالعدد الحد الأعلى للحضور للجنة، لكن كلفنا برضو معالي الوزير أن نعمل على تشكيل لجان مصغرة أخرى، لأنه هذا الموضوع موضوع كبير جدا وشرائح متعددة اللي بيغطيه هذا القانون. لذلك السؤال اللي أنت حكيتيه فيما يتعلق بشمول اللجنة بعض المؤسسات الحقوقية، يعني احنا فتحنا باب للتواصل مع المؤسسات كافة اللي ترغب لعقد حوارات. من هي هذه المؤسسات الكافة؟ يعني نحن نعلم بأن مؤسسات المجتمع المدني تتضمن أيضا المؤسسات الحقوقية، المؤسسات التنموية أيضا، هل تم دعوتها إلى طاولة الحوار؟ نعم ستي، احنا تعرف في بداية هذه اللجنة الإطار الزمني احنا معنا ضيق جدا والعدد كبير. احنا أعلننا رسميا عبر الصحف كاملة إن على أي لجنة ترغب أو على أي مؤسسة ترغب بالتحاور بهذا الأمر أو عندها أي ملاحظات أو مقترحات على التعديل، إحنا نأخذها بعين الاعتبار. من ضمنهم مؤسسة محامين بلا حدود أصدرت تقرير محترم، وأخذنا برضو التوصيات المدرجة في هذا التقرير بعين الاعتبار. وأيضا في عندنا تقارير أخرى كانت صادرة بتعالج بعض الثغرات الموجودة في قانون الجمعيات، مثل تقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان وتقارير المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وهذه نص عليها برضو كتاب التكليف اللي صادر من معالي وزير التنمية الاجتماعية لضرورة الأخذ بهذه التوصيات الصادرة من هذه المؤسسات. نعم، طيب أنتقل بهذا السؤال إلى الأستاذ معاذ المومني. السؤال الذي يطرح اليوم، هل تمت دعوتكم إلى النقاش، وهل تمت دعوة جميع أطياف ومؤسسات المجتمع المدني؟ شكرا ستي، مساء الخير، ومساء الخير على عطوفة الأستاذ طه المغاريز. حقيقة إذا بدنا نبحث بهذا بواقع تشكيل اللجنة، أنا باعتقادي أنه لدينا وجهة نظر بأنه
فكرة أن تكون اللجنة محصورة ابتداء في وقت محدد، نحن طبعا بطبيعة الحال نحن مع أن يكون هنالك وقت محدد لإنهاء اللجنة من أعمالها فيما يتعلق بمراجعة قانون الجمعيات، لكن تحديده بوقت قصير وهو 3 أشهر، أنا أعتقد أنه ابتداء هذا بحاجة عطوفتك إلى إعادة نظر. 3 أشهر أعتقد أنها لا تكفي بالوقت اللي بيقول فيه بأنه في عنا ما يقارب 7000 جمعية مسجلة تحت مظلة وزارة التنمية الاجتماعية والجمعيات أو الوزارات المختصة الأخرى، بالإضافة لوجود شركات غير ربحية. بناء عليه أنا بقول بأنه يعني لابد أو هنالك ضرورة لمراجعة شاملة لهذا القانون، وأن لا نذهب باتجاه نقاط محددة. القانون اليوم إحنا بدأ القانون الأول من عام 1928 وال35 وال53 و55 يعني أكثر من 7 أو 8 مرات منذ إنشاء الدولة الأردنية تم تعديل هذا القانون. أنا بعتقد اليوم إحنا بالمئوية الأولى للدولة الأردنية يجب أن يكون لدينا قانون يضمن في طياته الحق في تشكيل الجمعيات والانضمام إليها، وحق مؤسسات المجتمع المدني أن تكون حاضرة وموجودة وتعبر عن نفسها وأن يكون لها حضور في الشارع وفي العمل العام. اليوم إحنا بنقول نعم اللجنة شكلت، احنا قمنا بالتواصل مع اللجنة، ويمكن عطوفة أمين عام السجل تواصل مع مؤسسات من مختلف الأطراف، لكن أيضا أنا باعتقادي هذا لا يكفي، نحن بحاجة إلى مشاورات أكثر، بحاجة إلى أن تكون خطة المشاورات حقيقة أكثر وضوحا. وقبل كل ذلك نحن نحتاج إلى نوايا حسنة من قبل الحكومة بضرورة أن تأخذ التوصيات المقدمة من مؤسسات المجتمع المدني بعين الاعتبار عند وضع مسودة هذا القانون. سنتناول هذه النقاط الخلافية في الحقيقة الموجودة في القانون الحالي، ولكن قبل ذلك أنتقل إليك عطوفة سيد طه. يعني كما أشار ضيفي الكريم 3 أشهر لا تكفي، هذا أولا، وهم بحاجة إلى نوايا حسنة، وبالتالي يبدو وكأن هناك أزمة ثقة يعني أراها تلوح في الأفق. يا ستي أنا بطمن الأستاذ معاذ، هذا الأمر تم طرحه من قبلنا مع معالي وزير التنمية الاجتماعية، وبعد أنه اللجنة راح تأخذ وقتها الكافي للخروج بتوصيات حقيقة شمولية توافقية مع المجتمع المدني. لسنا محصورين ب3 شهور، لكن إحنا أنا ذكرت لك بداية الأمر موضوع الحوار المسبق على شيء لم تتفق عليه اللجنة بعد. يعني الآن لازم نجهز إحنا مسودة مرحلية بس على ضوء التوصيات والمخرجات والمعايير الدولية، التقرير الدولية اللي صادرة بهذا الخصوص، الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان، توصيات المركز الوطني لحقوق الإنسان، توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي، أيضا دراسة المقترحات السابقة أخذت منا وقت أيضا اللي هي 2014 و16 و19. هلا في عدة جوانب المشروع القانون لازم يأخذها بعين الاعتبار. أولا الإطار التشريعي الشمولي بأمانة في عنا هناك ازدواجية بالتشريعات، احنا بحاجة إلى إعادة ضبط للصياغات التشريعية، لأنه في عندنا أكثر من نصوص قانونية بأكثر من قانون تعالج هذا الأمر، وهذا الأمر ذكرناه احنا بالتعديلات القانونية اللي كنا مقترحينها بعام 2019 حتى نحل الخلاف الداخلي أولا ما بين المؤسسات الرسمية من خلال مرجعية واحدة. أيضا الإطار المؤسسي لسجل الجمعيات هو موجود بأمانة بموجب القانون أوجدك كدائرة مشوهة، ويعني ربط دائرة سجل الجمعيات مع الوزارة المختصة فيما يتعلق بالمتابعة والتقييم بالتنسيق مع الوزارة المختصة، وهناك صار في خلل تشريعي بأمانة وعمل بيروقراطية ما بين العمل بين مؤسسات المجتمع المدني مين بدي أراجع، وأيضا عدم فهم مؤسسات المجتمع المدني حقيقة للنصوص القانونية بشكل صريح لتوزيعها على أكثر من وزارة أو أكثر من مؤسسة ووجودها في أكثر من تشريع قانوني. أيضا عمل كمان إرباك لدى المؤسسات المجتمع المدني فيما يتعلق بالتواصل مع بعضها كمؤسسات، وأيضا التواصل مع ما بينها وبين بعضها من جهة وما بينها وما بين الحكومة والجهات الأخرى من جهة أخرى. هلا موضوع التشارك باللجنة أنا بطمنك أي لقاء حواري ترغب في عقده أي مؤسسة حقوقية بتقدم لنا دعوة إحنا نذهب إلى مقرها تحضر عنا في مقرنا، بنرحب فيها بأي وقت هي تختاره وأي وقت مناسب ضمن التزاماتنا بأوامر وشروط
السلام العام وأوامر الدفاع أيضا. إذا أستاذ معاذ، يعني دعوة مفتوحة للحوار لجميع أطياف المجتمع المدني، هذا أولا، ولكن يبدو وفق يعني كلام عطوفة سيد طه بأنه هناك خلل تشريعي، وبالتالي يعني نريد الاستفادة من مرجعيتك القانونية في تفصيل هذا الخلل، ويعني هناك نقاط أخرى أنت تود الحديث عنها ونقاط خلافية هامة، ونريد المرجعية القانونية في هذا الصدد. طبعا، شكرا ستي. حقيقة في كثير من الملاحظات على قانون الجمعيات، ابتداء من عدم موائمة أو في بعض النقاط أو في بعض مواد قانون الجمعيات لا تتوافق مع المعايير الدولية والممارسات الفضلى فيما يتعلق بالحق في تكوين الجمعيات والانضمام لها. هذا مسألة. في عنا قضايا لها علاقة بالجانب الإجرائي والبيروقراطي والتسجيل وإجراءات ودورة حياة الجمعية. أيضا لدينا إشكالية في قضايا الحل المنفرد أو القرار المنفرد من قبل السلطة التنفيذية بحل بعض الجمعيات. في عنا إشكاليات قانونية فيما يتعلق بالرقابة السابقة على عمل بعض الجمعيات أو عمل الجمعيات أيضا، والرقابة اللاحقة. كثير من القضايا والنقاط القانونية ممكن الحديث عنها بهذا السياق، لكن حقيقة يعني إحنا بمحامون بلا حدود، وقبل ما يقارب الأسبوعين أصدرنا مع شركائنا في مركز الحياة راصد وزملائنا الآخرين من جمعيات ومؤسسات مجتمع مدني ساهمت في هذا المنتج، وهو أصدرنا تقرير، وكان هذا التقرير بشكل ما يقارب 700 مؤسسة مجتمع مدني تم توزيع استمارة علمية محكمة حسب الأصول، وأخذنا التغذية الراجعة من هذه المؤسسات وأصدرنا تقريرنا بناء على هذه الاستمارة أو هذه المرجعية، بالإضافة إلى البحث المكتبي والجلسات المركزة والاجتماعات الأخرى. حقيقة في كثير من القضايا كانت تواجه مؤسسات المجتمع المدني، منها ما يتعلق بالجمعيات ومنها ما يتعلق بحتى نظام الشركات غير الربحية عطوفتك، في موضوع الأنشطة والفعاليات، في موضوع المنع من الإقامة أو القيام بالفعاليات، وفي موضوع ما يطلق عليه التمويل الأجنبي أو الحصول على التمويل من جهات خارجية أو جهات غير أردنية. هذه كلها قضايا أنا بعتقد يجب أن تكون أو أن يكون لها مكان في النقاش لدى زملائنا في اللجنة الموقرة، وأن تؤخذ بعين الاعتبار. وأنا بعتقد أنه احنا كنا جدا منطقيين عندما وضعنا توصياتنا لأمام أمام الشارع الأردني وأمام اللجنة ككل. نحن وضعنا في تقريرنا توصيات للشارع الأردني وللمهتمين وللباحثين ولمؤسسات المجتمع المدني. حقيقة هنالك كثير من القضايا لابد أن تكون محط اهتمام الحكومة والمجتمع المدني على حد سواء. اليوم احنا الدستور الأردني وهو الهرم أو يحتل قمة الهرم القانوني في الدولة الأردنية في مادته 16 يقول للأردنيين الحق في تأسيس النقابات والجمعيات والأحزاب وفقا لأحكام هذا الدستور، أو ويكون هنالك قانون ينظم هذا الشكل للتأسيس. ونحن نصر في مؤسسات المجتمع المدني ونحن في محامون بلا حدود أن هذا القانون يجب أن يكون قانونا تنظيميا وليس قانونا تقييديا. وبالتالي إذا ما ذهبنا إلى تقييد إرادة المواطن بتشكيل أو تأسيس أو تكوين الجمعيات وممارسة دوره في العمل المدني، نحن نقع في المحظور ونكون أمام يعني انتهاك أو إشكال فيما يتعلق بحق المواطنين في هذا السياق. احنا والدستور كفل حق الدستور كفل والدستور الأردني يعني كان واضحا بأن هذا القانون يجب أن يكون منظما لهذا الحق ولا يكون مقيدا، وبالتالي يجب أن تقرأ بعناية كل مواد القانون بأن توضع على مسطرة التنظيم وليس على مسطرة التقييد. طيب، جميل. عطوفة سيد طه المغاريز، يعني نقاط خلافية عديدة ونقاط هامة أثارها ضيفي الكريم الأستاذ معاذ، ولكن ربما أريد فقط التركيز على نقطة هامة جدا وهي الجهات الخارجية، يعني منح الجهات الخارجية. لماذا لا يتم حصر الجهات الخارجية الغير مرغوب فيها، وبالتالي اختصار الوقت وربما التقليل من البيروقراطية؟ بداية سيدتي، احنا نرجع للتوصية اللي قدمها الأخ معاذ. احنا موضوع حصر الجهات الخارجية صعب، لأنه الجهات
تتقدم دائما، خلينا نحكي عن مؤسسات المجتمع المدني، من تلقاء ذاتها تتقدم الى الجهات الخارجيه، وهذا الامر غير محصور بصدق. يعني احنا نتفاجأ، انا كرئيس لجنه تمويل اجنبي في المملكه تدرس طلبات التمويل اللي وارده من الشركات ومن الجمعيات، نتفاجأ باكثر من مره انه هذه الجهه اول مره بتقدم دعم لمؤسسات مجتمع مدني في المملكه. هل هذا الامر بامانه بده دراسه وعنايه؟ مش كل الجهات اللي تتقدم لنا هي جهات معروفه لدينا، ممكن تكون مؤسسات مجتمع مدني في دول اخرى. هلا الموافقه اللي بتفضل فيها الاستاذ معاذ هي لغايات دراسه الجهه مقدمه التمويل باغلب الاحيان، والمشاريع اللي تتقدم لنا حتى نضمن انه ما يكون في هناك هدر للمال العام اللي بيقدم المؤسسات المجتمع المدني ويصير في اثراء واغراق ببعض المحاور على حساب المحاور الاخرى. وايضا لا يعتبر هنالك يعني من قبلنا اي تدخل في المشروع نفسه المقدم للجهه المانحه، لكن احنا بنحاول نجود فكره المشروع المقدم من قبل الاعضاء والشركاء معهم، خاصه فيما يتعلق بالوزاره المختصه اللي راح تتعاون معهم اثناء تنفيذ هذا المشروع. هو مش تعاون عطوفتك، مع الاحترام أنا ما بدي أقاطعك، هو للأسف هو ليس تعاون، هو إشراف. يعني حتى نحن طبعا بالتأكيد نحن مع وجود أو عدم ضرورة عدم وجود الاكتفاء بالإشعار أو عدم وجود رقابة مسبقة على الحصول على التمويل والاكتفاء بالرقابة اللاحقة، لكن حتى مع الواقع الحالي اليوم وتتقدم مؤسسات المجتمع المدني للجنتكم الموقرة، واللي احنا انا بعتقد انه حتى اللجنة اليوم يقع عليها الظلم، يعني على 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 الفرض الساقط بانه انا بدي اوافق على وجود اللجنة، فاللجنة يجب ان يقنن دورها وان يكون لها دور بالقانون، مع تأكيدي على ضرورة ان لا يكون هنالك موافقات مسبقة، لكن هذه اللجنة صادرة بموجب تعليمات، وبالتالي يعني مع الاحترام والتقدير هي منزوعة الصلاحيات ويجب ان تعطى صلاحيات أكثر. لا يستوي بأن تكون هذه اللجنة تقدم فقط توصيات ومجلس الوزراء يقوم بإعطاء الموافقة المشروطة. يعني مش معقول بأنه أنا أتقدم بالطلب الحصول على موافقة على تمويل أجنبي، تمام، ويصدر القرار من مجلس الوزراء الموقر بأنه تحت إشراف وزارة التنمية الاجتماعية. ما هو مصطلح الإشراف؟ هذا أصبح ربما يعني أصبح هنالك رقابة سابقة ورقابة آنية ورقابة كل أنواع الرقابة التي الموجودة توجه باتجاه المجتمع المدني، وهذا يقوض عمل مؤسسات المجتمع المدني حقيقة، ويثني المواطنين والأفراد على الانتساب لهذه المؤسسات، وبالتالي نعود خطوة إلى الوراء. إحنا اليوم بعد إذنك بس نقول إنه ما هو المجتمع المدني أو الفضاء المدني، إحنا بنقول دائما حتى اليوم توسع مصطلح الفضاء المدني، ويمكن أنتوا على طلع. طيب أنا بس ملاحظة صغيرة، اليوم الفضاء المدني أو قضية المجتمع المدني ما عادت محصورة فقط بالحق في تكوين الجمعيات، اليوم في عندي المصطلح الأعم والأشمل، الفضاء المدني الذي يتيح للأفراد ممارسة كل أنواع المشاركة الاجتماعية الاقتصادية السياسية البيئية في بيئة ممكنة، في بيئة قانونية ممكنة. سنعود يعني لإكمال هذا الحوار، ولك حق الرد عطوفة سيد طه، لكن مشاهدينا بعد فاصل قصير ونعود لمواصلة الحوار، ابقوا معنا. ونعود مشاهدينا إلى عطوفة السيد طه المغاريز، وكما استمعت إلى النقاط التي أثارها السيد معاذ لك حق الرد طبعا. سيدتي إحنا اللجنة بأمانة على ضوء التوجيهات الرسمية الواضحة، يعني حتى نكون منصفين، قرار تشكيل اللجنة جاء بالعنوان كالتالي: قرار لجنة مراجعة قانون الجمعيات النافذ وتطويره وفتح حوار مجتمعي حوله. هذا المقصود حتى نعرف احنا شمولية الحوار للمجتمع كامل، له حق برضه يبدي رغبته، لانه ايضا مؤسسات المجتمع المدني هي تستهدف ايضا المجتمع الاردني بشكل كامل. فيما يتعلق بالموافقة اللاحقة والسابقة، الان في فرق ما بين مصطلح مراقبة ومصطلح اشراف. انا اعطيك مبرر فني لضرورة وجود جهة اشرافية على اي مشروع يقدم. انا كيف بدي استطيع
أقيم أي مشروع لاحقا إذا ما عندي أنا جهة أصلا بتعرف كيف بتنفذ هذا النشاط؟ إذا أنت بدك تنفذه لحالك، مين الجهة قاعدة بتتبع معك أو بتقيم هذا النشاط؟ هلأ إحنا ابتعدنا بأمانة عن مصطلح المراقبة فيما يتعلق بتوصياتنا كلجنة نهائيا، هو المصطلح لغايات الإشرافية حتى يتابع مع مؤسسة المجتمع المدني والجمعية. لو قلنا بالتعاون راح يفهم خطأ، بيقول لك بالتعاون وكأنه أنت أخذت الكريدت إليك، أصبحت أنت بتنفذ المشروع معي وكأنه أنت كحكومة أصبحت شريك معي. بالشراكة أيضا ممكن هذا المصطلح يفهم له تفاسير أخرى. فالتوصية دائما كانت تأتي بالإشراف فقط، ومفهوم الإشراف لغايات المتابعة والتقييم حصرا يا صديقي، لأن المشروع إحنا وافقنا عليه بالحالة هاي وانتهى، كامل المشروع بإطاره المنطقي مع أهدافه العامة مع أهدافه المحددة مع أنشطته 6 كاملة، لن يتم التدخل فيها من قبل وزارة مختصة أو الجهة الإشرافية نهائيا. أنت بتنفذ أنشطتك زي ما قدمتها أنت بالبروبوزل المقترح والخطة تاعتك وضمن البجت نوتس اللي أنت وضعتها لهذا المشروع، يعني لن تتدخل لا الوزارة المختصة ولا اللجنة في هذا الأمر. أنت مطلوب منك أنك تنفذ أنشطتك، إذا صار في هناك انحراف مالي، انحراف قانوني، انحراف فني في المشروع تاعك، هذا أثناء المتابعة والتقييم بتأخذه الوزارة المختصة. حتى كمان إحنا حتى نعزز دور مؤسسات المجتمع المدني والجهات الداعمة اللي بتقدم لك منح، كانت التوصية إنه تقديمنا بالتقارير الأولية الربعية والنهائية اللي أنت بتقدمها نفسها للجهة المانحة، من نفس الجهة المانحة تطلب منك نفس التقارير هاي. هي عبارة إنه أنت تعطي كمان تقارير للجهة الإشرافية، يعني هذا ما في قلق نهائي الموضوع مصطلح الوزارة الإشرافية أو الجهة الإشرافية، بالعكس هذا ممكن يفتح أفق تعاون وتشارك مع مؤسسات المجتمع المدني بالمستقبل بينها وبين الحكومة وبينها وبين بعض المؤسسات الأخرى لتنفيذ أنشطة أخرى. ممكن الآن أنت قدمت اليوم مقترح مشروع، وجدت الحكومة أو وجدت الجهة اللي أنت بتتعاون معها لتنفيذ مشروع معين، على فرض أنت جيت اقترحت بدك تعمل استراتيجية معينة لقطاع معين وجيت بدك تنفذ الخطة الاستراتيجية بالتعاون مع هذه الوزارة، وجدت الوزارة وجدت أنت أثناء تنفيذ هذا المشروع أنك أنت بدك تطور هذا المشروع لجزء آخر إله، بالعكس هذا ممكن يبني ببناءات شراكة بالمستقبل أكبر وأعمق من اللي إحنا فيه الآن. لكن اللي حكيت فيه تفضلت فيه أنت في البداية أنه إحنا بحاجة لقوننا لموضوع اللجنة للتمويل، أنا معك وهذا بأمانة إحنا مخذينه بعين الاعتبار كلجنة، أنه لابد من قوننة آلية عمل لجنة التمويل الأجنبي بموجب القانون، ونحط لها محددات زمنية علينا إحنا كحكومة كيف بدنا نلتزم بالإطار طيب. الزمني وكيف بدنا نسهل هذا الإجراء أمام مؤسسات المجتمع المدني. ستي إحنا بأمانة أنية النوايا حقيقة حتى يطمن الأخ معاذ وكل مؤسسات المجتمع المدني، إحنا قدمنا خطة بعام 2019 بشهر 4 كان من ضمنها اللي هي المقترح تعديل القانون 2019 وتطوير آلية العمل بالتمويل الأجنبي اللي كانت مقررة بعام 2015، لأنها كانت بأمانة بترتب حالة بيروقراطية طويلة بيعاني منها مؤسسات المجتمع المدني، كانت تصل الموافقات في حين من الأحيان من 6 أشهر لسنة. الآن إحنا حطينا على أنفسنا كحكومة إطار زمني 30 يوم عمل لازم نكون معطين المؤسسات المجتمع المدني موافقة على التمويل من رئاسة الوزراء خلال 30 يوم عمل مجرد ما اكتمل الطلب اللي قدموه مؤسسات المجتمع المدني إلى دائرة سجل الجمعيات. إذن يعني سيد معاذ، يعني من الواضح بأنه هناك حسن نوايا كما يقال، هذا أولا، وهناك اعتراف ببعض مكان من الخلل، يعني هناك خلل في قوننة آلية عمل اللجنة وفق ما أشار إليه عطوفة الأستاذ طه، وبالتالي يعني ما هو ردكم في هذا الصدد، خصوصا وأنه هناك تأكيد أيضا على استقلالية الجمعيات سواء الإدارية والمالية، إلى أي مدى هذا الكلام طبعا. واقعي على أرض الواقع؟ طيب في الواقع يمكن لا أدعي بأنه هذا حصلت معي أنا على الصعيد الشخصي أو المؤسسي، لا بل إحنا بنتقدم بمشاريع ويمكن من حسن الحظ بأنه الوزارات التي نتعاطى ونتعامل معها يعني حقيقة تمارس دور متعاون جدا في المشاريع التي ننفذها، لكن حقيقة مشاهداتنا من الزملاء الآخرين ومن البحث
والرصد والتواصل مع كثير من مؤسسات المجتمع المدني الأخرى تبين أنه نعم هنالك، إذا لم يكن هنالك إشراف مباشر فهنالك بيروقراطية في التعاطي والتعامل مع ما بين الوزارة المشرفة ومؤسسة المجتمع المدني التي ترغب بتنفيذ مشروع معين أو أنشطة معينة. إحنا حقيقة ما بدي أدخل في قضايا حسن النوايا، نحن نتولى الظاهر والله يتولى السرائر يا عطوفة أمين عام السجل، وأنا لا أشكك بالنوايا الطيبة عند عطوفة أمين عام السجل وزملاء الموقرين، لكن نحن أيضا حقيقة بحاجة إلى إشارات واضحة بهذا السياق. اليوم المجتمع المدني واضح ويؤكد على أنه عندي 87% أنا من العينة التي تم أخذ رأيهم من 700، 87% يقولون بأن هنالك ضرورة لإعادة النظر بآلية التمويل بالمراجعة بالتعديل. في عندي نسب مثلا، مع الاحترام تسمحي لي بس أرجع على التقرير اللي وارد بين إيدي، في عندي الموافقات المشروطة كانت 82% من المؤسسات التي تقدمت بطلبات حصول على التمويل حصلت على موافقات، لكن هذه الموافقات كانت مشروطة، وبالتالي قضية أن تكون هنالك موافقة مشروطة. طيب هب بأنني في مؤسسة أو في منظمة محامون بلا حدود أرغب بتقديم أو التقدم لمشروع أو الحصول على الفرض الساقط أنه أنا طبعا أنا مصمم وأؤكد على أن رأي الممارسة الفضلة والمعيار الدولي يقول أنه لا يوجد أي موافقات مسبقة على التمويل، لكن إذا بدنا نأخذ الموضوع كما هو كأمر واقع، بدي أراقب عمل وزارة التنمية الاجتماعية وهي التي ستقدم لي بدي أراقب عمل وزارة التنمية الاجتماعية، هذا دوري بدي أمارسه بالمشاركة العامة، وبدي أراقب عمل وزارة معينة وأصدر فيها تقارير على العلن وللعموم، والهدف منها التحسين والتجويد إلى آخره. باعتقادك ما هو شكل الإشراف سيكون بهذا الشكل؟ أنا بعتقد أنه قضية الإشراف أو حتى التعاون إحنا مش بحاجتها، وهذا يخالف القانون بطبيعة الحال، لأنه اليوم قانون الجمعيات ونظام الشركات غير الربحية وقانون الشركات يقول على المؤسسة أو الجمعية التي ترغب بالحصول على التمويل أن تتقدم بطلب إلى مجلس الوزراء للحصول فقط، ومجلس الوزراء إما يوافق أو لا يوافق. أما أن يأتي بموافقة مشروطة هذا بده بحث قانوني معمق عطوفتك، وأنا بعتقد أنه الممارسات الفضلة في كل العالم وتقرير المقرر الخاص المعني بتكوين الجمعيات والتجمع السلمي أيضا أكد على هذه السياقات بعدم وجود تدخل، لأنه بعد إذنك تسمحي لي، الدولة أو الحكومة عليها التزامات إيجابية والتزامات سلبية. الالتزامات الإيجابية أي عليها القيام بعمل أو ببعض الأعمال، منها تسهيل عمل مؤسسات المجتمع المدني، وضع أطر تنظيمية معقولة، تعزيز مشاركة بعد إذنك المواطن في مؤسسات المجتمع المدني، أيضا عليها القيام بفعل سلبي، والفعل السلبي بأن تمتنع عن كل ما يؤشر أو يقود إلى التدخل في مؤسسات المجتمع المدني. يعني لك حق الرد، ومن الواضح بأن البيروقراطية يبدو من أنها أهم أسباب المشاكل والنقاط الخلافية كما يشير ضيفي الكريم. يا ستي لا، هو الرقم اللي بتحدث عنه الأخ معاذ 87% أن هناك في موافقة مشروطة. إحنا لما نحكي في موافقة 82%، آسف يا سيدي، هذا الرقم إحنا بنحكي موافقة مشروطة بعد صدور قرار الموافقة، يعني ومش مشروطة، شريطة تزويدنا بالتقارير. يعني أنت بتحكي لي بدك مراقبة لاحقة، هو الشرط أتى للمراقبة اللاحقة، لم يأتي يعني كشرط مسبق. أنا الآن مجلس الوزراء أعطاك موافقة الآن وبإيدك الموافقة، اذهب روح نفذ أنشطتك، شريط التقديم بتقارير. وين الخلاف يكمن الآن؟ السؤال يعني لا، الفهم الخاطئ لمؤسسات المجتمع المدني، الشرط أتى بقرار مجلس الوزراء، أتى لاحقا بعد صدور القرار. الآن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تمويلك أنت حصلت عليه الآن بين إيديك كمؤسسة مجتمع مدني، وأنا بشعرك كمان أيضا أنه قرار مجلس الوزراء صدر بالموافقة على مشروعك، شريطة تزويد الوزارة المشرفة على بالتقارير حسب ما بتقدمها أنت للجهة المانحة نفسها. أنت الآن بتقدم ناريتيف ريبورت وفاينل ريبورت للجهة المانحة، اذهب
ودود الوزارة المختصة بنفس هذا التقرير. يعني خلينا نحكي بصراحة، حسن النوايا التقرير بين إيديك الآن هو نوع من أنواع حسن النوايا. هذا المشروع من مشروع الفضاء المدني، مرصد الفضاء المدني، مرصد الفضاء المدني وحقوق الإنسان. نعم. حصلوا عليه مؤسسة محامون بالحدود من خلال اللجنة. الآن هم أول جهة نعم التزموا معنا بتقديم التقرير للجنة أو للوزارة المشرفة، وزارة التقارير الدورية. التقارير الدورية هلا، غير ذلك ما طلبنا شيء لاحقا. هو فهم الآن أنه التوصية جاءت بهذا الأمر، أنه الشريطة يعني هو مصرح شريطة تنفيذ المشروع أنت بدك تنفذه حسب متطلبات الدونرز الجهة المانحة، بس أنا مطلوب أنك أنت تقدم لي الآن التقارير الفنية. أنا عطوفتك، أنا لم أواجه تحدي حقيقة في موضوع أنا لدي وزارة مشرفة في الموافقة، ولم أواجه أي تحدي في هذا الموضوع. لا لا سيدي، السؤال منصفين، السؤال لكن زملائنا الآخرين والمؤسسات الأخرى نعم واجهت. يا سيدي، السؤال اللي ورد بالاستمارة فهم يعني فهم بشكل خاطئ من قبل مؤسسات المجتمع المدني. كمان بأمانة مؤسسات المجتمع المدني لما قدمت لها هذه الاستمارة لم تراعي الاستمارة آلية التمويل الأجنبي الحديثة وآلية التمويل الأجنبي. أو عراعت يا صديقي، ونحن لدينا يا صديقي أجزاء خاصة، وهذه الاستمارة استمارة علمية ومحكمة. نعم نعم وعرضت على جميع الجهات العلمية المعتبرة. يا سيدي، الاستمارة كانت تسأل أسئلة دقيقة واضحة للتمويل الأجنبي بغض النظر عن الفترة الزمنية الإطارية تاعته. هلا هذا الأمر يعني أعطانا مؤشر حقيقي إنه بغض النظر يعني هو ما قبل 2019 لما عدنا الآلية ولا قبل، بأمانة الحكومة هي اللي بادرت بتعديل آلية التمويل الأجنبي وحطت على نفسها التزام إنه لازم إحنا نلتزم بالقانون. إحنا الآن ملتزمين بالنص القانوني، لازم أخذ لك موافقة أنا من مجلس الوزراء خلال 30 يوم عمل من تاريخ تقدمك لهذا المشروع. سابقاً كان في التزام قبل 2019. هو لا شك إذا بدي أعمل مقاربات أكيد في تحسن يا سيد، أكيد في تحسن، لكن هذا لا يكفي أيضا. هذا لا يكفي، أنا بدي أعمل مقاربات ما بين قبل 2019 وما بعد، للوضع مختلف. أنا إحنا في أحد المرات عطوفتك يا سيدي 7 أشهر للحصول على تمويل بمبلغ بسيط، وبعدين قضية حتى أيضا كمان عطوفتك، أنا مش معقول كمان، أنا آسف ما بدي أخرج عن السياق، لكن أيضا موضوع المبالغ البسيطة وأنا ذكرتها الآن، هل من المعقول تمويل بسيط بمبلغ 10,000 دينار في لمؤسسة أو جمعية نسائية بالحسا ولا بالمريغة ولا بأطراف المملكة الأردنية الهاشمية بدها تعمل تمويل، أخذت تمويل عشان تعمل مشروع مطبخ إنتاجي لخدمة المجتمع أو المنطقة، تقعد شهر أو تغرق مجلس الوزراء بإجراءات إلها علاقة بحصلت على التمويل وموافقات وقدم طلبات، فليكن هذا المبلغ، فلنحدد مبالغ معينة، أقل من 10,000 دينار بدون موافقة. لا أنا طمنك، بين 10,000 ل50,000 دينار بقدم إشعار، بين 50 ل250,000 بقدم إشعار وطلب موافقة للجنتكم الموقرة، تمام، وأنتم أصحاب القرار، لأنه ما بيجوز كمان أنا أنت معلش مع الاحترام عطوفتك، أنت الشخص الفني، أنت ولجنتك الموقرة، اليوم بعرف أنه بصدر عندك توصية، لكن مجلس الوزراء ليس له علاقة بالتفاصيل التكنيكال، بالتفاصيل الفنية، لا يعني لا يدخل بهذه التفاصيل، فمن باب أولى أن تكون أنت صاحب العلاقة في إعطاء، وفوق يعني الوضع مشاكل بيروقراطية وعمل الوقت يعني سيد، فليكن لمجلس الوزراء الحق في إعطاء هذه الموافقة، لكن مش معقول تمويل ب1,000 دينار نعم. بده موافقة أو تمويل طيب عامل الوقت سيد طه، يبدو بأنه يلعب دور رئيسي في النقاط الخلافية. نعم. لكن بدي أحكي في أمر آخر هو تشريعي. إحنا أي تمويل أجنبي القانون لم يحدد هذا الجانب، هذا الأمر إحنا حاطينه على طاولة بالنقاش مع اللجنة بأهمية الأخذ بالتوصيات اللي حكى فيها الأخ معاذ، لكن أنا القانون عندي ملتزم فيه أنا نصا أنه أي تمويل بدي أخذ عليه موافقة رئاسة الوزراء كلجنة، لأنه القانون حدد معي، القانون الآن قيدني. سهل جدا، الآن أنا بعدل اليوم بقانون الجمعيات على الرغم من موارده في أي تشريع آخر تكون أو يكون الحصول على التمويل للجمعيات، بعدين احنا بدنا نوحد حتى مع الاحترام، انا والله قاطعتك انا بعتذر منك عطوفتك. تمام، اعطيني بس حق الرد طيب الكامل على هذه الجزئيه اذا تسمحي لي سيدتي العزيزه، يعني انا بحترم الحوار الديمقراطي. لا اكيد يتحدث عن خلل تشريعي. لا هو في خلل تشريعي بامانه، لانه النص القانوني الصريح الماده 17 اعطتنا محددات دقيقه، اي تمويل اجنبي بده موافقه رئاسه الوزراء، لم يحدد هو تمويل اجنبي تمويل عيني او غير عيني فيما يتعلق، لكن احنا بامانه بالراعي العيني بنسرع فيه بإجراء سريع باللجنة، وفي جائحة كورونا إحنا في عنا مؤسسات قدمت
جلافز، وقدمت ايضا مواد تعقيم ومواد اخرى معنيه بهذا الامر. بامانه عقدنا لجنه خاصه استثنائيه لغايات الموافقه لها والتنسيق فيها لمجلس الوزراء. في عندنا مؤسسات محترمه ايضا قدمت لنا اسره، وبرضه كانت للحكومه مقدمه للحكومه. سرعنا بهذه الاجراءات كامله واخذناها بعين الاعتبار. والله في احدى المشاريع عقدنا جلسه بنفس اليوم اللي وردنا فيه الكتاب لاهميه المشروع اللي قادم للجنه. يعني هذا الموضوع احنا بس انا مع انه يكون في تأطير لعمل المؤسسه حتى لا يكون في هناك اي متغيرات تطرا بالمستقبل على اليه التمويل الاجنبي. هذا الامر راح ناخذه بعين الاعتبار. طيب ان يكون هنالك معايير يعني موضوعيه وشكليه في المعايير ايضا. المعايير ايضا احنا قاعدين نبحث فيها بامانه حتى تطلع معايير. ربما هذه المره انا من سيقاطع. نعم. يعني نعود بعد فاصل قصير لمواصله هذا الحوار، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد، وأعود إلى ضيفي في الاستوديو الأستاذ معاذ المومني. يعني هناك مطالبات بوجود مرجعية موحدة لتأسيس الجمعيات والجمعيات بشكل عام، ما الذي يحصل اليوم؟ حقيقة سيدتي اليوم الجمعيات إذا بدي حتى بدي أرجع على العينة اللي موجودة بين إيدي بنشوف بأنه في أكثر من 13 أو 14 مرجعية للجمعيات، وزارة الثقافة، وزارة الزراعة، الداخلية، البيئة، الثقافة، وهذا يشتت عمل الجمعيات ما بين إدارة السجل وما بين الجهة أو الوزارة المختصة. إحنا اليوم نقول هنالك ضرورة في وضرورة لنا كمجتمع مدني وضرورة في الدولة الأردنية أن يتم توحيد المرجعيات هذا بالدرجة الأولى مؤسسيا على الجانب المؤسسي، وأن يكون هنالك مؤسسة وطنية مستقلة فلتكن لها التسمية التي تريدون، فلتكن مفوضية، فلتكن اللجنة الوطنية، فلتكن ما تريدون. لا يعني ما عندنا إشكالية مع المسمى، لكن يجب أن يكون هنالك مؤسسة وطنية مستقلة ماليا وإداريا يتبع لها جميع مؤسسات المجتمع المدني منذ التسجيل وفي كل دورة حياتها حتى الحل. أما أن نبقى مشتتين بهذا الشكل أنا بعتقد أنه لا يخدم حالة أو الحالة المدنية وحالة المجتمع المدني في الأردن. وبالتالي يعني إذا بدك حتى فيما يتعلق في الرقابة، الرقابة عندما تكون هنالك جهة رقابية واحدة تمارس الرقابة اللاحقة. أنا اليوم تخيلي، أنا اليوم بهذا المشروع اللي أمامي أنا أقدم 3 تقارير، تقرير لعطوفة أمين عام السجل بسجل الجمعيات، وأقدم تقرير إلى وزارة الصناعة والتجارة عطوفة مراقب عام الشركات، وأقدم تقرير إلى وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية بذات السياق. فأنا تخيلي بأني أنا كل 3 أشهر ملزم بتقديم 3 تقارير إلى 3 جهات. ما المانع أن يكون في مرحلة من مراحل تعديل هذا القانون عند دمج وجمع كل مؤسسات المجتمع المدني في بوتقة واحدة وفي مكان واحد، ثم تكون مرجعية واحدة ومرجعية رقابية، حتى على فرض أن هنالك موافقات مسبقة. نعم. على التمويل ستكون الأمور مختلفة. طيب. ستكون هذه اللجنة منبثقة. طيب. عن هذه المؤسسة الوطنية وليست منبثقة عن تعليمات أو بشكل. طيب. تعليمات سيد طه، إذن تشتت في المرجعيات يعيق عمل الجمعيات وبالتالي يزيد من الديمقراطية، والتي يبدو بأنها يعني المشكلة الأولى اليوم، وهي محل نقاط ويعني خلاف جذري بين القانون الماضي وما نحتاج في القانون الجديد. نعم ستي، احنا بالقانون للجمعيات افرد مصطلح الوزارة المختصة. نعم. الان مجلس ادارة السجل عندما يتقدم مجموعة من الاشخاص لغايات تسجيل جمعية معينة بيحددوا اهداف وانشطة معينة تدخل ضمن اختصاص وزارة معينة. بيحددوا اهداف معينة صحية على فرض بتسجل تحت مظلة وزارة الصحة. بيحددوا اهداف اجتماعية بتسجل تحت مظلة وزارة التنمية الاجتماعية. هذا لانه التزاما بالقانون. لكن القانون أوجد لنا حالة مشوهة بأمانة، مثل ما تفضل الأخ معاذ، يعني عندي 14 وزارة مختصة الآن، مش معقول عندي 6556 جمعية موزعات على 14 وزارة، في وزارة عندها جمعية، في وزارة عندها 6 جمعيات، في وزارة عندها 3900 جمعية، في وزارة عندها 1200، يعني عندي وزارة الداخلية مثلا عندي 1233 جمعية.
في عندي مثلا وزارة الثقافة اليوم عندي 740 جمعية. يعني هذا الأمر بأمانة عمل البيروقراطية الحالة اللي بيحكي عنها الأخ معاذ، هذا الأمر أخذناه بعين الاعتبار بالتعديلات التشريعية ب 2014 و16 و19 كحكومة، خلينا نحكي كانت في هناك نوايا من البداية انه يتم تعديل التشريعات بهذا الشكل. لكن شو اللي بصير انه هذا حق من حقوق الإنسان. بعض التفسيرات التنظيمية يفسرها البعض انها اجراءات تقييدية. احنا بدنا نتفق مع بعضنا احنا والمجتمع المدني على انه هاي الاجراءات كاملة لغايات تنظيمية فقط، لا يوجد اي نوع من انواع البيروقراطية او التقييد لعمل المجتمع المدني ابدا على الاطلاق. والمخرجات القانون هذا بأمانة سوف تخرج من المجتمع المدني، وأغلب الحضور باللجنة معنا أطمنك أخ معاذ هم مجتمع مدني. حتى الوزارات المختصة لم يتم تمثيل إلا وزارة واحدة مختصة الآن، والوزارات المختصة سوف تكون من ضمن اللجان المصغرة اللي راح نعقد معها لقاءات حوارية أخرى نأخذ منهم برضو التوصيات اللازمة فيما يتعلق بتعديل هذا القانون، حتى نعطي الفرصة الحقيقية للمجتمع المدني هو يقدم المقترحات اللي بتجود عمل اللجنة ونطلع بمخرج قانوني بأمانة. هي فرصة زي ما أطلقتوا على مشروعكم أنتوا، هي فرصة للمجتمع المدني، فرصة للبلد، وفرصة أيضا أن يكون في هناك إطار تنظيمي وتشاركي. يمكن يوم من الأيام أنه ولا زالت الآن مؤسسات المجتمع المدني هي تشيل حمل كبير من ضمن المسؤوليات الاجتماعية، حتى عنا في وزارة التنمية الاجتماعية بوزارة الثقافة. لكن أنا بحكي بصراحة إذا وضعت استراتيجية قطاعية منظمة للمجتمع المدني ووجد قانون جمعيات أو قانون مؤسسات مجتمع مدني ينهض بالقطاع بشكل كامل، أنا بقول إنه هو فرصة زي فرصة الاستثمار في البلد. جميل. وممكن إنه ينهض بكافة القطاعات، وراح تشيل مؤسسات المجتمع المدني من خلال شراء خدمات. والآن هذا الأمر إحنا في عندنا حالة الآن من ضمن المشاريع صار صندوق دعم الجمعيات أيضا يقدم فكرة تقديم دعم كشراء خدمات للجمعيات تقوم بمساعدة وزارة من الوزارات. وهذا الأمر يعني مثلا يقودنا أيضا أنه نتحدث برضو عن موضوع التمويل الحكومي الرسمي. يعني إحنا حتى قاعدين نتحدث عن موضوع توحيد مرجعيات التمويل الحكومي أيضا، يعني حتى نكون إحنا ضمن أسس ومرجعيات واحدة ونعرف إحنا مؤسسة المجتمع المدني هاي أخذت من أي جهة وهاي أخذت من أي جهة. حتى في مؤسسات المجتمع المدني تأخذ من شركات معينة ترجع تأخذ من شركة أخرى على نفس المشروع نفسه. هذا الأمر بأمانة قطاع كبير بحاجة لتنظيم وبحاجة للتشارك وبإيمان من المجتمع المدني أنه إحنا في نوايا حقيقية وصادقة أنه ننهض بهذا القطاع. طيب لك حق الرد أستاذ معاذ، ولكن قبل ذلك أريد أن أثير نقطة حول وضع تصنيف للجمعيات. يعني حتى الآن تدرج تحت تصنيف واحد، والعمل الإغاثي هل من آليات واضحة تختلف عن العمل الخيري والتنموي؟ ستي القانون سابقا أغفل موضوع التعريفات اللي تفضلت فيها أنت. العمل الخيري أغفله، العمل الإغاثي أغفله، حتى موضوع التصنيف إحنا كلجنة توافقنا ضرورة إفراد نصوص قانونية واضحة لتصنيف الجمعيات. حتى العمل التطوع بالضبط. موضوع التطوع أيضا بدنا نتطرق له بما لا يقيده، لأنه خلنا نحكي بأمانة في ناس تفهم أنك أنت بدك تدرج موضوع التطوع بالقانون وهذا الأمر ممكن يقودك إلى التقييد. لا، بدنا نرسل رسالة واضحة ومطمئنة أيضا بهذا الجانب. التطوع له شقين، في شق لا يتطلب تدخل أو مساعدة من الحكومة، مساعدة خلنا نحط المصطلح الحقيقي. في تطوع مجموعة من الشباب، مجموعة من الأطباء، مجموعة من الممرضين، مجموعة من المحامين بدهم يتطوعوا تقديم خدمة ذاتية مباشرة ماديا منهم مباشرة لعمل نشاط معين ضمن إطار زمني محدد. هذا الأمر بيستطيع يقوموا فيه مباشرة، لكن إحنا بحاجة أن نقيده عنه، يقيد بإشعار، إشعرني أنت أنك بدك تنفذ نشاط تطوعي معين حتى أعمل لك النظم وعطوفتك. لا سيدي النظم. لا أنا أقصد أنه نقوم بقيده أي تسجيله أنا بحكي مصطلح قانوني. لا أقصد المصطلح في المصطلح الدولي أنه تقييده. توثيقه توثيقه نعم، نقوم بتوثيقه عندنا حتى يصير في عندنا قاعدة بيانات للجهد الوطني والتطوع. في هذا الأمر في عندنا جزء آخر من التطوع يحتاج إلى فتح حسابات بنكية وإنشاء جهة معنوية لهذا التطوع أو لفكرة التطوع. ممكن بدهم يتطوع لمدة سنتين ثلاث أربعة، تجي ممكن إما أفراد أو مؤسسات مجتمع مدني بدها تتعاون مع بعضها بدها تنفذ فكرة تطوعية معينة، فتحتاج لفتح حساب بنكي. إحنا راجعونا أشخاص متعددين إنه نفتح لهم حساب بنكي
لكن بأمانة القانون لا يسعفنا في هذا الجانب. ممكن كمان أن نأخذ بعين الاعتبار أنه نأطر هذا الأمر بشكل سليم وسلس ويسر. نعم، ولهذا يعني هذا الحوار ربما يعني هذا هدفه اليوم من أجل نعم. يعني حل هذه المشاكل البيروقراطية القانونية وما إلى ذلك. لك حق الرد أستاذ معاد. في الواقع يعني عطوفته تحدث بعبارة جميلة جدا، وأنا بدي أستلها من لسانه وأقول وعلى وأكرر ما قاله بأن المجتمع المدني هو فرصة للأردن. هو قالها وكررها وأنا أكرر بأن المجتمع المدني هو فرصة للأردن. يعني هذا يكفينا من قبل السلطة التنفيذية ومن قبل الحكومة ابتداء كنوايا حسنة بأنه يكون لديهم راسخ في عقيدتهم وفي وجدانهم كسلطة تنفيذية بأننا نعم المجتمع المدني ومؤسسات المجتمع المدني جزء لا يتجزأ من مؤسسات الدولة الأردنية، وهي فرصة للدولة الأردنية وفرصة للأردن. إحنا اليوم أيضا المجتمع المدني بيقوم بعمل يعني إيجابي يعني كبير في مجتمعاته المحلية. مؤشرات الديمقراطية اليوم بالمناسبة، المؤشرات الديمقراطية ستي بعد إذنك، المشاركة العامة، الحق في تكوين التجمع السلمي وتكوين الجمعيات أو التكوين الجمعيات، والحرية الرأي والتعبير، والحق في المشاركة العامة. هذه البنود الأربعة أو هذه المؤشرات الأربعة إذا وضعت على مسطرة واحدة فهي تشكل بمجموعها وبمضمونها مسطرة الديمقراطية أو الحياة الديمقراطية. المجتمع المدني أو حرية تكوين أو حرية يعني حرية الرأي والتعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي والرأي والتعبير، إذا أفقدنا أحد هذه المعايير من مضمونه أو أفرغناه من مضمونه هو الحق في تكوين الجمعيات والانتساب لها وممارسة الأنشطة وغيره، نحن فقدنا 25% من الحياة الديمقراطية حقيقة، وهذا واقع يجب أن نتعامل معه ونتعاطى معه طيب. بشكل مباشر. فإحنا تعزيز العمل المدني كما قال عطوفة طه المغاريز بأنه فرصة للأردن، نعم ونؤكد على ذلك، ونحن نضم صوتنا إلى صوتك عطوفتك ونضع يدنا في يد الحكومة في هذا السياق ومستعدين لتقديم وضع أفضل خبراتنا. اليوم نعم. أصبحت مؤسسات المجتمع المدني عبارة عن لم يبقى وقت، عذرني يعني أستاذ معاذ، كلمة أخيرة لك أستاذ طه وباختصار لو سمحت. ستي احنا فتحين أبواب الحوار على مرحلتين، مرحلة ما قبل الصياغة النهائية لمسودة القانون، ومرحلة لاحقة لمسودة القانون اللي راح نتوافق عليه مع مؤسسات المجتمع المدني، وهذا الأمر راح يكون على انفتاحية كاملة مع مؤسسات المجتمع المدني. نعم، شكرا لك عطوفة طه المغاريز أمين عام سجل الجمعيات الخيرية، وشكر موصول لضيفي الكريم الأستاذ معاذ المومني المستشار القانوني لمحامون بلا حدود. وبهذا مشاهدينا وصلنا إلى نهاية هذا البرنامج، شكرا لطيب المتابعة، في أمان الله.